يا هيدا هي معك. كل شي صار على المكشوف. بعرف انه عماد بحبك. مش حلو؟ بعتقد فيك تعملي احسن من هيك. انت ما بتعرفيني بعد. وبلش التحدي. يعني شو فيها شي هالقد بميزها عن غيرها مشان بفهم؟ بستسلم بسهوله. انه انت عندك كثير ثقه بحالك. قول شي فهمني بدي افهم. انا وجاد رح ننفصل. ليش هيك؟ ليش بدهم ينفصلوا؟ عم بتدبرسوني. ما تخلي شي يزعلك. 50,000. ماشي نروح نتغدى سوا. لا 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 ما بيقدر، عنده ضغط بالشغل. من الاحد للاربع بعد الاخبار على الام تي في.